فضل فهو شر لك. كل حاجة فضل عليك مسكتها على غيرك هي شر لك. ولا تلام على كفاف. كان عندك حاجة ما يكفيك أنت وعائلتك، ما طلبتكش، قالك النبي صلى الله عليه وسلم مش تصدق بها. لا لا لا، ما طلبتكش تصدق بها. كان عندك أموال حد ما تكفيك أنت وعائلتك، ما قلتكش خلحي من فمك واعطيها للعباد. لا ما قلتكش. هذا باب اسم باب الإحسان. احنا ما مشينا ما وصلناش باب الإحسان يا جماعة. هذوما أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منك العدل في الإنفاق، أن تعدل، ما تحطش الحاجة الزايدة اللي عندك أنت في الفارغ، ما تحطهاش في الفساد، حطها في أبواب البر. ما طلبش منك ربي سبحانه وتعالى باش تتصدق بالحاجة متاعك أنت، لا، كان بالفضل. يا ابن آدم إنك ما تنفق من فضل فهو خير لك، وما تمسك من فضل فهو شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول. ابدأ بعيدك ساعة. واليد العليا خير من اليد السفلى. أي منهج هذا؟ هذا اسمه إنفاق العفو. صدقوني يا جماعة، إنفاق العفو هذا منهج اقتصادي للحكومات هذه واللي بعدها واللي مش تجيب بعداش وللعالمين كلها. منهج اقتصادي رائع اسمه منهج التدبير وحسن التسيير. ما تبددوش طاقاتكم فيما لا يعني. الإنفاق عنده عدة مواضع. إنفاق الفضل من المجهود والطاقة، إنفاق الفضل من العلم، عندك علم زايد أعطيه للناس ورد بالك تمنع العلم، خاطر ربي سبحانه وتعالى شدد على من يكتم علما ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، رد بالك. ومن الشهادة من أعلى شهادته العلم. عندك علم أعطيه للناس، عندك فاضل من العلم أعطيه للناس، عندك فاضل من الحلم، من الحلم اللي هو العفو أعطيه للناس، أعفو عن من ظلم. أنا أتفكر واحد من الخيان فكرني في قصة بديعة قلتها في خطب من خطبنا، مش وريكم العفو كيفاش. رجل تزوج بامرأة، ليت الزواج متاعه اكتشف أنها حامل في الشهر الثالث. شو بش يعملها يا رب؟ نطلقها ما نطلقهاش، نسيبها ما نسيبهاش، نبدع بحالها، نفضحها، اش نعمل لها يا رب؟ نسترها يا رب، دلني الخير، اش مش نعملها. قرر أن يسترها عليها. قال إن الله ستير يحب الستر، هات خلينا نستر عليها زوجتي. اش عمل لها؟ بعثها المزرعة متاعه بعيدة عن البلاد في جنوح الظلام من الليل، بعث بزوجته ومعها خادمة، بعث بهما إلى المزرعة حتى تضع حملها في تلك البقعة، واللي يسلو عليها يقول وراي مشات فترة نقاها قاعدة في المزرعة فلانية، حتى تضع حملها في ستر من عيون الناس ويستر عليها، ما سمع بها حتى واحد اللي هي حامل. مشات ووضعت وليدها في المزرعة، جابها رجع كما هزها في جروح الظلام، رجعها في جروح الظلام لداره ومعها الوليد متاحها، ادخل بها لداره. أذن صلاة الصبح وصلاة الفجر، خرج المسجد وحمل معه الابن الصغير، هذا جنين صغير، حطه في كل القفة الصغيرة هذيك بتاع الصغار، وهزه للجامع وضعه في باب المسجد، ثم دخل الصلاة معه في صلاة الصبح مع الراب مع الإمام، كمل الصلاة متاعه، صاح صغير، بكى صغير، تلمت الملمة واللي ثم والجامع والإمام والناس كل خرجوا لباب المسجد، يلقاو طفل صغير محطوط في صندوق صغير هكا ويبكي. شكون هذا اللي جاب؟ وشكون؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا سنفعل بهذا الصغير، طفل صغير؟ إيش نعمل به يا رب؟ إيش نعمل به يا ربي؟ فهز يده الراجل، قال يا جماعة أنا أكفل هذا الصغير، أنا أكفله. أعطاه الصغير، رجع به لداره، استر على زوجته وما استرش. إيش بش يعمل معاه ربي سبحانه وتعالى؟ هذا الإنسان ستر زوجته، إيش تتصور رب كيف يكون كرم الله مع هذا العبد؟ كان كرم
بيته وستر زوجته من الفضائح والفضائح والدنيا كل، كان كرم الله معه عظيما، حيث أن هذه المرأة أنجبت من هذا الرجل 5 أولاد كلهم من حفظة كلام الله بما فيها الطفل الصغير ذلك. ثم أن بعد عامين يجيه الإمام المسجد اللي صلى وراه 6 الصبح، ها يجيه إلى المسجد حتى يطرق باب داره، يطرق باب الدار يقول السلام عليكم، أنت فلان فلاني؟ قل ويه؟ قل ورأيت النبي في المنام البارحة ويقول لي اذهب إلى فلان وبشره بأنه معي في الجنة. شنو اللي عملته؟ شنو اللي عملته خلاك هكا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لك اسمك ويبشرك بالجنة؟ قال وراني ما عملت حتى شيء، استرت على زوجتك. يا الله على الستر، هذا من انفاق الحلم. الزايد عندك من الحلم انفقه، عندك زايد من العفو انفقه. هكذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم في اخر هذا الدرس وهذه الخطبه. وقل لكم ان النبي عليه الصلاه والسلام ما خلى حتى شيء ما وضعوش، وضع لنا منهج اقتصادي رائع، به نحفظ اموالنا ونحفظ طاقاتنا. وانا كنت قلت لكم رانا على ابواب نهايه السنه الدراسيه، ومشكلة متاعنا في تونس يا جماعة، رأي مشكلتنا في تونس في كل الجهات وفي كل المناطق، على إثر نهاية كل سنة دراسية يقع ما يقع من التبذير. فاش التبذير في الكتب الدراسية والكراس؟ اللي عنده فضل من الكتب الدراسية تعرف شعملها ولا يهز الحماس بيها، يقرطس فيها الحماس الحمص والقلوب. كتب علما تستعمل قراطيس تبدون بها وتخفون كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قراطيس كتب علما، اللي عنده فاضل يكتب يا جماعة، كي نخرج من الجامعة اليوم على الأقل نخرج بحاجة الناس كل نعمل بها، يتبعها عمل، يتبعها عمل. علينا أن نصلح في أبنائنا هذا الأمر المشين، وعلينا أن نرشدهم إلى أن الكتب الدراسية كل، اللي عنده فاضل كتاب يا أخويا يجيبه لهنا. عندنا جمعية اسمها جمعية أم الخير في تبربل هنا، من أبرز الجمعيات الخيرية اللي قاعد تعمل في عمل الخير كل يوم، ولعلكم رأيتموها ماذا فعلت أمام معهد حنا بعد في تبربل. مشيت جماعة اللي قاعدين في البكالوريا والكلهم تسقي فيهم في المشروبات وتعطي فيهم في الحلويات. علاش؟ لكي تأخذ بأيدي الطلبة اللي قاعدين في الامتحانات نتاعهم. وهذا انفاق العفوي. نحب اللي عنده كتب دراسيه، اللي عنده كرار زايد، واللي عنده ادوات مدرسيه زايده يجيبها لنا لهنايا وخي يعطيها لجمعيه ام الخير وهي توزعها على الفقراء والمحتاجين. اللي عنده فارج زايده واللي عنده لباس، ماذا بينا يكون اللباس نتاعو جديد الانسان يصدق به. يا ابن ادم انك ما تنفق من فضل فهو خير لك. النبي صلى الله عليه وسلم تعرف قال ولا قال في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أما صلوا عليه صح، قال كل سلامة من الناس. يا الله، ما معنى سلامة؟ السلامة هو الهيكل العظمي بتاع الإنسان، أكل مفاصل اللي بين في الهيكل العظمي بتاع الإنسان. النبي سماها سلامة، أي كل عظم من عظام هيكلك العظمي عليه صدقة. قالك النبي تصدق عليه. في حديث آخر تعرف ايش قال النبي صلوا عليه، قال اللهم صل وسلم وبارك عليه، قال عظم الهيكل العظمي بتاع الإنسان فيه 360 مفصلا. يا الله، من أخبر النبي بأن الهيكل العظمي فيه 360 مفصل؟ قاسوها العلماء توا لقاوها 360 مفصل قد بطبيعة. قال الصادق المصدوق صلوا عليه، هو اللي قال فيه 360 مفصل الهيكل العظمي بتاع الانسان. قالك النبي على عدد ايام السنه، لا اله الا الله، على عدد ايام السنه، باش كي كل يوم تتصدق على مفصل ما تجي نهايه السنه والسنه الدراسيه خاصه، الا ما تكون شكرت ربي على الاقل على 360 مفصل اللي خلقهم لك ربي في عظام في الهيكل العظمي بتاعك، ومن بهم ربي عليك انت يا ابن ادم. قال كل سلام من الناس عليه صدقه، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين. توفى تصلح، احنا نموت عشميت، البعض منا يموت عشميت،
ويحب يعرك الناس بعضها، يحب يفت الناس بعضها. قالك النبي كل يوم تطلع فيه شمس تعدل بين اثنين، تعدل بين اثنين صدق. تعيد الرجل في دابته فتحمله عليها، تودب ورد كرامة. تعاود الرجل، قالك النبي صلى الله عليه وسلم، تعيد الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. الكلمة الطيبة صدقة، إماطة الأذى. أمة أبو محمد هي أمة طاهرة صلى الله عليه وسلم، هي أمة الطهارة، لكن لم نجد إلا الأوساخ طرق ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالك إماطة الأذى، كلنا نخدموا أعوان نظر، من المفروض أن الشعب كل هاي جبنت سيد أحمد قلت لكم كنها، وجبنت سيد غرس الله، هاي بكل حشيش نمشي.